بنوتي الحلوة كبرت ودخلت على فترة المراهقة، لكن للأسف عنيدة وعصبية، أتصرف معاها إزاي؟ أهلا بكل حضراتكم معايا في فيديو جديد من فيديوهات شيرين بعد الأربعين، وده أول فيديو في السلسلة اللي وعدت حضراتكم بيها عن إزاي أتعامل مع بنتي بعد ما دخلت سن المراهقة، أو هنسميها بنوتي الحلوة كبرت. البنت العصبية أو المندفعة أو اللي صوتها عالي، ودي شكوى بتشتكيها كتير من الأمهات عن بنوتاتهم المراهقات، إزاي نتعامل معاهم؟ أول حاجة لازم نتعامل معاهم بهدوء. يبقى أول حاجة لما البنت العنيدة أو العصبية أو اللي صوتها عالي تعلي صوتها، أول حاجة لازم نطلب منها أنها تتكلم بهدوء. مش بس هي اللي تتكلم بهدوء، لكن إحنا كمان لازم نتكلم بهدوء أو بصوت منخفض مع البنوتة المراهقة. مش بس كده، لأ، وكمان نطلب منها أن صوتها يبقى منخفض. فنقول لها أنت دلوقتي ما شاء الله بقيتي مادموزيل كبيرة، ما ينفعش صوتك يبقى عالي، لازم صوتك يبقى منخفض. لو الكلام ده ما بيقنعهاش، فنقول لها علشان نقدر نتكلم ونحل المشاكل لازم نتكلم بالراحة. يبقى هنتكلم بهدوء ولكن برضو بشيء من الحزم. يعني ايه بشيء من الحزم؟ يعني لما نقول لها مش هينفع نتكلم غير بهدوء، لو علت صوتها نقول لها لو سمحتي لما تهدي نتكلم. دي اول حاجة. تاني حاجة لازم نحسسها ان اي مشكلة هي بتقولها لنا هي مهمة جدا بالنسبة لنا. اوعي كأم تتفهي او تبيني لبنتك ان المشكلة بتاعتها دي قليلة او تافهة مهما كنت شايفة انها تافهة. خلي دايما مشاكلهم، لانها بتبقى كبيرة عندهم، مهما كانت تافهة عندنا فهي كبيرة عند البنت. فحسسيها دايما ان اي مشكلة مهما كانت صغيرة هي محل اهتمامك. الحاجة اللي بعد كده، وانت بتتكلمي مع البنوتة المراهقة ابعدي اي حاجة في ايدك. يعني ما تكلميهاش وانت بتتكلمي جايلك مكالمة فتقولي لها ثانية واحدة بس انا هرد على التليفون ده، او تكوني مثلا بتبصي على حاجة على الايباد او في الموبايل، او تكوني بتتكلمي مع اي حد تاني معدي. اللي يعدي قدامك قولي له معلش انا لو اخوها او اختها معلش بتكلم في مع اختك في موضوع مهم. حسسيها انها مهمة. برضو انت بتتكلمي معاها بصي في عينيها وركزي معاها، ما تعمليش اي حاجة تانية غير انك بتتكلمي معاها، لانها لو حست انك بتقللي من اهميتها او مش مركزة معاها هتحكي لك مرة والتانية وبعد كده مش هتحكي لك. برضو الحاجة المهمة اللي بعد كده، في المرحلة المراهقة دي بتبقى البنوتة عايزة تبين انها عندها استقلالية وعندها رأي خاص. حاولي تتعاملي كأم بقى مع الموضوع ده بشيء من او بالكثير من المرونة والصبر. يعني لو جت وقالت كلمتين حضرتك اعتبرتيهم جر شكل، تعملي ايه؟ تتصرفي ازاي؟ مبدئيا قولي لها بصي بقى احنا عندنا حدود في الكلام ما ينفعش نعديها. يعني الكلمة الفلانية ما ينفعش تقوليها لي، انا مامتك مش صاحبتك. تعاملي بحزم ولكن برضو بهدوء وباقصى درجات ضبط النفس. ما تخليهاش مثلا تجر شكلك فتتعصبي فتعلي صوتك عليها، لا، قولي لها كده المناقشة انتهت، مش هينفع نتناقش غير بالطريقة الفلانية اللي هي بصوت هادي وفي كلام ما ينفعش يتقال لمامتك. احنا انت صديقتي وحبيبتي وكل حاجة، لكن 1 2 3 ما ينفعش تقوليهم لي خالص. وبرضو معنى كلمة تكوني حازمة مش معناها انك تزعقلها، بالراحة خدي الامور بالراحة ولكن بحزم. بمعنى ايه؟ بمعنى انك لو قلتلها لو عملتي كذا انا هعاقبك بكذا، اعملي اللي قلتيه، ما تتراجعيش في العقاب. يعني مثلا لو قلت لها
على فكرة المذاكرة مثلا ساعتين في اليوم، وإلا مفيش خروج النهاردة، يبقى مفيش خروج النهاردة. ما تجيش بقى تتحايل عليكي فتصعب عليكي فتخرجيها، لأن المراهقات بيختبروكوا، يعني بيشوفوا طب أنا لو عليت صوتي هل الكبار هينفذوا لي طلباتي؟ طب أنا لو عيطت ودببت في الأرض وعملت نفسي محبوسة في أوضتي وما باكلش ولا بشرب، هل هيغيروا كلامهم؟ فدايما خلوا الكلام اللي بتقولوه يتنفذ زي ما قلتوه بالظبط. الحاجة اللي بعد كده، البنوتة المراهقة لازم هتغلط، ده احنا الكبار بنغلط. لما تغلط تعملي ايه؟ حاولي تستوعبي اخطائها وتسامحيها، ولكن تقعدي معاها وتقولي لها بالراحة انتي غلطتي في كذا وكذا وكذا، وفي الموقف ده كان لازم تتصرفي بالطريقة الفلانية. وعلى فكرة انا عارفة انك ما كنتيش تقصدي، ولكن كلنا بنغلط، مش معنى ان احنا غلطنا دي نهاية العالم او نهاية المطاف. استوعبيها واستوعبي اخطائها. الحاجة المهمة اللي بعد كده كمان، حاولي تفصلي بين اخطاء بنتك وشخصيتها. مش معنى ان هي غلطت غلطة او اتنين ان هي بنت وحشة، لا، هي ممكن تبقى احسن بنوتة في العالم لكن بتغلط زي ما حضرتك بتغلطي وزي ما انا بغلط وزي ما كلنا بنغلط. يعني مش معنى ان البنت غلطت انك خلاص بقى تلوميها طول الوقت على الغلط. الغلط حصل وقلت لها ايه الصح وايه التصرف اللي كان المفروض تعمله في الموقف ده، والموقف عدى خلاص ما نفكرهاش بيه، انتهينا منه. الحاجة اللي بعد كده، وهي حاجة مهمة جدا، ان احنا لازم نشرك المراهقين والمراهقات وتحديدا المراهقات في حل المشكلات. يعني لما يبقى عندي مشكلة اخد رأيها، مفيش مانع ابدا ان انا اخد رأيها واشركها في حل المشكلة دي. وعلى فكرة بيقدموا حلول حلوة قوي ممكن ما تخطرش على بالنا احنا الكبار. الحاجة المهمة جدا بقى اللي بعد كده، ما تقارنيش بنتك المراهقة ببنت عمتها ولا ببنت خالتها ولا بزميلتها في المدرسة ولا بأي حد في الدنيا، لان كل واحد عنده قدراته المحدودة اللي ما يقدرش يعديها. ممكن هي تبقى شاطرة في حاجة وبنت خالتها او بنت الجيران او ايا كان اللي بتقارنيها بيه اشطر في حاجة تانية، فما تصبتيش من عزيمتها وتقللي منها بانك تقارنيها بحد تاني. مقارنة بنتك المراهقة باي حد مرفوضة تماما، لان ده بيأثر عليها تأثير سلبي. الحاجة التانية، لو لقيتي عندها، او اللي بعد كده يعني، لو لقيتي عندها هواية ما تمنعيهاش من انها تمارس الهواية دي. يعني لو بتحب تلعب رياضة خليها تلعب رياضة، بتحب تقرأ خليها تقرأ، واوعي تقول لها ان ده هيعطلها مثلا عن المذاكرة، بالعكس ساعديها في تنظيم وقتها. ودي الحاجة اللي بعد كده، بنتك المراهقة ممكن في الفترة دي ما تكونش لسه عارفة تنظم الوقت بين المذاكرة والنادي والخروج والجيمز والحاجات الكتير اللي فرضها علينا العصر الحديث. فحضرتك عندك مسؤولية مساعدة بنتك المراهقة في تنظيم وقتها. وعلشان انتي صاحبتها ويفضل انك تكوني صديقتها المقربة، شاركيها في كل حاجة. يعني شاركيها في خروجة، شاركيها في قعدة بين صديقاتها، بس برضو مش كل القعدات. يعني حاولي برضو يكون عندها مساحة من الخصوصية اللي حضرتك عارفة هي بتعمل فيها ايه. يعني بتكوني عارفة مين صديقاتها اللي خارجة معاهم، لكن مش طول الوقت بتبين لها انك مراقباها. يعني زي ما قال الفنان الراحل الكبير فؤاد المهندس، سكوا على بناتكوا لكن ادوهم المفتاح. ربوهم على الاخلاق والقيم، اعرفوا هما بيكلموا مين، اعرفي بنتك المراهقة بتكلم مين وبتقعد مع مين وخارجة مع مين، ونظمي لها مواعيدها، ولكن اديها برضو مساحتها من الخصوصية. لو المشكلة صغيرة ومش جادة قوي، يعني مفيش مانع ان احنا نضحك، لكن برضو
واحنا بنضحك واحنا بنهزر نضحك من غير سخرية، من غير ما نتريق على البنت، من غير ما نتريق على اللي بيحصل للبنت في الفترة دي، لان برضو ده هيأثر عليها بالسلب، ده هيضايقها جدا جدا جدا. وارجوكم تجنبوا العبارات السلبية اللي زي والله ما انت فالحة، ابقي قابليني لو نجحتي، لان الكلام ده بيفضل محفور في عقلها الباطن، ومهما كانت شطرة ده ممكن يأثر على مستواها. ساعدوهم وادعموهم بكل ما اوتيتم من قوة. اما تلاقيها شطرة في حاجة قويها، حاولي تديها دورات تدريبية فيها، تساعديها، تشجعيها، اي انجاز تعمله شجعيها عليه مهما كان صغير. اخر حاجة حابة اقولها، ودي مهمة جدا وهقولها في كل الفيديوهات من كتر ما هي مهمة ان شاء الله، يعني بيني دايما حبك لبنتك، اوعي تبخلي عليها بوقتك ولا بمجهودك ولا بكلمة انا بحبك قوي، انت جميلة قوي. الكلام ده ليه مفعول السحر في البنت. مفيش حاجة اسمها اصلا انا ما بعرفش اعبر عن شعوري، لا، عبري عن شعورك. وما تنسيش اللي انا قلته في فيديو سابق، انك تخصصي لها وقت من يومك، خصصي لها ان شاء الله نص ساعة تسمعي فيها مشاكلها، تعرفي قابلت مين، عملت ايه في يومها، عملت ايه في المدرسة، اتكلمت مع مين، بتكلم مين في الجيمز، بتكلم مين في الشات. دايما خليكي عارفة هي بتعمل ايه وبتروح فين، بس من غير ما تبين لها انك بتراقبيها، ومن غير ما تضيقي عليها الخناق زي ما بيقولوا. حبوا بناتكم وعبروا لهم عن الحب ده بكل اللي قلناه في الفيديو. اتمنى اني اكون قدمت ولو معلومة صغننة تخلي بناتنا المراهقات في اسعد حال، وتخليكم يا ماميز يا حلوين كمان في اسعد حال، وتخليهم ما يبقوش عصبيين ولا مندفعين ولا عنيدين. شكرا لكل حضراتكم، والسلسلة ان شاء الله لسه مكملة معنا. فلو حضرتك عندك اي استفسار او عندك اي مشكلة بتمر بيها مع بنتك المراهقة، ياريت تكتبيها لي في الكومنتات او التعليقات اللي تحت الفيديو. كمان ياريت من فضل حضراتكم عشان ترفعوا الفيديو وتعملوا له لايك، وعلشان الكلام اللي قلناه يوصل لأكبر قدر من المامز اللي عندهم بنات مراهقات، تعملوا له من فضلكم شير. وكمان إذا كنتم أول مرة بتشرفوني بالمتابعة، ما تنسوش كمان تشرفوني بالاشتراك في القناة عن طريق أنكم تعملوا سبسكرايب أو اشتراك، أنكم تدوسوا على الكلمة دي وهي موجودة تحت الفيديو باللون الأحمر. شكرا لكل حضراتكم، وان شاء الله اشوف حضراتكم الفيديو الجاي.